السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الصنوبر في المنام للمتزوجة. حلم الصنوبر للمتزوجة دلالة على الرزق والمال الكثير الذي سيصابها خلال المرحلة المقبلة من حياتها، وإلى حملها في وقت قريب في حال لم يكن لديها أولاد. وفي حال رأت المتزوجة في منامها بأن بذور الصنوبر تناثرت في كل مكان، فسوف يزداد عدد الأولاد من حولها والله أعلم. تدل رؤية أكل الصنوبر في منام المتزوجة على أنها تحيا حياة زوجية مستقرة وهانئة تجد فيها السعادة والرخاء والرغدة في العيش، والمنام يدل على الذرية والخير والرزق والبركة. إذا رأت المتزوجة الصنوبر الأبيض في المنام يدل على الإنفاق المدروس في معيشتها مع زوجها. رؤية الصنوبر الذهبي في الحلم للمتزوجة تشير إلى الهموم وكثرة المشاكل بينهما، وحلم الصنوبر البني للمتزوجة يدل على المتاعب. أكل الصنوبر ناضج في المنام للمتزوجة يدل على حصولها على مال من تركة، وإذا رأت المتزوجة أكل الصنوبر المر يدل على صعوبة العيش. أكل الصنوبر المملح يدل على مشاكل بينها وبين زوجها. إذا رأت المتزوجة أنها تشتري الصنوبر في الحلم أو رؤية حبات الصنوبر للمتزوجة تدل على أولادها وصعوبة التعامل معها. قشور الصنوبر في المنام للمتزوجة تدل على مشاكل ومناغصات. شجرة الصنوبر للمتزوجة تدل على العائلة، فهي تدل على الحياة الأسرية السعيدة التي تغمرها المحبة والألفة والسعادة، وقد يحدث تغييرا واضحا في شكل هذه الحياة. بذور الصنوبر في منام المتزوجة تشير إلى بناء مستقبل والوصول إلى المراد والمبتغى. أشجار الصنوبر تدل على عمر الحالمة سيكون طويلا وستعيش حياة رغيدة. أيضا رؤية أشجار الصنوبر تدل على الأبناء والأموال التي سوف تحصل عليها الحالمة بإذن الله، فأشجار الصنوبر ترمز إلى المال والرزق والخير وطرح البركة. فأشجار الصنوبر في المنام دلالة على إقامة الحالمة لمشاريع أو استثمارات أو أعمال جديدة تأتيها بربح وافر ومال كثير. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.